الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى المجتبى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواننا المحترمين، إحنا عارفين إنه النيوتروفيل منشوفها وين؟ في الأكيوت إنفلاميشن. فالنيوتروفيل عبارة عن هول مارك، يعني علامة مميزة. النيوتروفيل عبارة عن هول مارك، سمة مميزة لمين؟ للأكيوت إنفلاميشن. طيب، ممكن نشوف النيوتروفيل في الكرونيك إنفلاميشن؟ ممكن نشوف النيوتروفيل في الكرونيك إنفلاميشن. طب إيش السبب؟ السبب إنه بيرزيستنس ميكروب أور نيكروتيك سيل. الآن يا إخواننا المحترمين، طولتوا أنا عندي ميكروب، طولتوا أنا ما تخلصتش من البكتيريا، أو طولتوا أنا ما تخلصتش من النيكروتيك سيل. النيكروتيك سيل أو البكتيريا أو الميكروب طولته هو موجود يستقطب النيوتروفيل. يستقطب إيش؟ النيوتروفيل. الآن إذا الميكروب طول، بتحول الإنفلاميشن إلى كرونيك، لكن بضلوا يستقطب النيوتروفيل، وكل ما النيوتروفيل تموت بيجي بدالها. طولة ما الميكروب عايش بضلوا يستقطب النيوتروفيل. الآن يا أخواننا، أيضا الماكروفيج نفسها بتفرز ميدياتور، بتستقطب إيش؟ النيوتروفيل. الآن الدكتور أعطانا، طبعا إذا يا أخواننا النيوتروفيل ممكن يكون في الكرونيك انفلاميشن، فبسمي هذه الحالة اكيوت اونيكرونيك، يعني اكيوت اونيكرونيك، يعني انا عندي الحالة كرونيك انفلاميشن اوكي، لكن يوجد النيوتروفيل، والنيوتروفيل سمة مميزة للاكيوت، فسميت هذه الحالة اكيوت اون كرونيك، او اكيوت اون ذا توب اوف ذا كرونيك، اكيوت اون ذا توب اوف ذا كرونيك. وأعطى الدكتور مثالين، المثال الأول osteomyelitis وcholestitis. osteomyelitis inflammation of the bone، cholestitis inflammation of the gallbladder. الآن لكن تعريف بسيط، إنه osteomyelitis بيصير التهاب في البون نتيجة infection of the bacteria. الآن والله يا أخواننا، لو الانفكشن of the bacteria طول بيعمل كرونيك، وطولته ما البكتيريا موجود بتعمل أكيوت، طولته ما البكتيريا موجودة بتعمل أكيوت. طيب الكوليستايتس inflammation of the gallbladder، انتوا عارفين انه الgallbladder بيكون فيها حصوات، بيكون فيها ايش؟ حصوات، حصوة المرارة. الآن يا أخواننا، لو صار بالنتريشن لهذه الحصوة من الجول بلادر وراحت مثلا للبيريتونيوم، مش بتعمل بيريتونايتس وبتعمل اكيوت ايش؟ انفلاميشن. احنا ما علينا التفسير، احنا بدنا نعرف انه الاوستيومايلايتس والكوليسيستايتس عبارة عن كرونيك انفلاميشن، لكن ممكن تلاقي انت اكيوت انفلاميشن انه في نيوتروفيل في الاوستيومايلايتس و الكوليسيستايتس. فلو قال لك جيب لي مثال انه انا عندي كرونيك انفلاميشن يحتوي على نيوتروفيل، او جيب لي مثال على اكيوت اون كرونيك، اكيوت ان ذا توب اوف ذا كرونيك، بدك تقول له اوستيومايلايتس اند كوليسيستايتس. ايضا يا اخواننا، المدخنين بيعمل كرونيك دامج اوف ذا لانج، كرونيك دامج اوف ذا لانج، لكن كل ما يدخن بيحفز للنيوتروفيل. فالمدخن بدخن في اليوم مرتين وثلاثة وعشرة، فبيضلوا يحفز ايش؟ للنيوتروفيل، بيضلوا يحفز للنيوتروفيل. وبالتالي ثلاث أمثلة انه النيوتروفيل بتكون في الكرونيك، ثلاث أمثلة انه الأكيوت انفلاميشن بيكون موجود في الكرونيك انفلاميشن، الاوستيومايلايتس، كوليسيستايتس، اند كرونيك دامج لانج في السموكينج اند اريتانت استيمولاي. الان الجرانيولوميتاس انفلاميشن، الجرانيولوميتاس انفلاميشن. الان يا اخواننا المحترمين، لما انت تشوف جرانيولوما او جرانيولوميتاس،
اعرف انه هذه الحاله كرونيك انفلاميشن. فالجرانيولوميتاس اعرف انه انا عندي كرونيك انفلاميشن. طيب الجرانيولوميتاس تقريبا يعني 5 لـ7 تشخيصات فقط، فبالتالي الجرانيولوميتاس انفلاميشن عبارة عن 5 لـ7 تشخيصات فقط، وبالتالي انت لما تشوف الجرانيولوميتاس لازم تعرف ايش سبب الانفلاميشن، لازم تعرف ايش سبب الانفلاميشن، وفي الغالب 5 لـ7 اسباب. فانت يعني شوف هل هي السبب الاول ولا السبب الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا ما شابه. تمام. طيب ايش يعني جرانيولوميتاس انفلاميشن؟ الجرانيولوميتاس انفلاميشن عباره عن كوليكشن، تجميع من الاكتيفيشن ماكروفيج. فالماكروفيج بصير لها اكتيفيتد وبتتجمع حوالين الانفلاميشن، يعني بتكون اطار. حناخذ ايش يعني جرانيولوميتاس، جرانيولوميتاس ايضا تجمع من التي لمفوسايت، وبالتالي تجمع من الماكروفيج وتجمع من التي لمفوسايت عشان يكونوا لي جرانيولوميتاس انفلاميشن. ممكن يا اخواننا في الجرانيولوميتاس انفلاميشن يكون في السنترال، يكون نيكروسيز، وخاصه نيكروسيز كيسياس نيكروسيز، هناخدها لقدام ما تقلقوا. الان الماكروفيج بيصير لها اكتيفيشن وبيصير السيتوبلازم يكبر والماكروفيج تكبر، فلما تكبر الماكروفيج بتصير تشبه الإبيثيليال سيل، ريسيمبل للإبيثيليال سيل، فبسميها إبيثيليويد سيل. فالإبيثيليويد سيل عبارة عن سينجل ماكروفيج كبرت وصار أباندت في السيتوبلازم وصارت أكتيفيشن وصارت تشبه الإبيثيليال سيل. طيب وهذا بشوفها في الجرانيولوميتاس انفلاميشن. طيب الآن لما أنا الماكروفيج 5 لـ7 ماكروفيج يصير إلهم إفيوجن ويتحدوا مع بعض، إيش بيكونوا لي؟ مالتي نيوكلييتد جاينت سيل او جاينت سيل. اذا بكونوا لي مالتي نيوكلييتد جاينت سيل. ما معنى جاينت سيل؟ مالتي نيوكلييتد هو العديد من الماكروفيج اتحدوا مع بعضهم البعض فكونوا لي مالتي نيوكلييتد. مالتي نيوكلييتد يعني العديد من النيوكليوس. مو يا اخوانا لو انا عندي 5 من الماكروفيج، اذا 5 من النيوكليوس، فسميتها مالتي نيوكلييتد جاينت سيل، يعني خليه كبيره. واحنا قلنا الجرانيولوميتاس عباره عن من 5 لـ7 تشخيصات، فمش صعب انت تعرف سبب الجرانيولوميتاس، مش صعب انت تعرف سبب الجرانيولوميتاس. فلما يقول لي الجرانيولوميتاس از فيو pathological condition، if you pathological condition ايش يعني؟ يعني بس حالات قليلة من الباثولوجيك اللي بتعمل لي جرانيولوميتاس. فهل كل الانفلاميشن بيعمل جرانيولوميتاس؟ الجواب قولا واحدا لا. ما هو الجرانيولوميتاس انفلاميشن؟ بداية الجرانيولوميتاس انفلاميشن سبب تكونه انه يعمل eradication of the causative microorganism، يعني يا اخواننا يحاول يعمل استئصال eradication للمايكروorganism لكنه يفشل. اذا ما هو سبب تكون الجرانيولوميتاس؟ انه يعمل eradication لمين؟ للمايكروorganism لكنه يفشل. طيب بس ايش بيقدر يسوي؟ بيقدر يسوي walling off. والينج اوف يعني بيقدر يعمل جدار، بيقدر يعمل جدار حوالين ايش؟ حوالين الميكروبس، وبالتالي ريزيست تو كيلينج اند ديجراديشن بريفنت ذير سبريد. يعني يا اخوان لو هان الميكروبس فهو بيحاول يعمل جدار حوالين الميكروبس عشان يمنع الميكروبس يصير له سبريد، وعشان يمنع الميكروب يصير ينتشر حول يعني ينتشر على النورمال تيشوز ويعمل كيلينج وديجراديشن للنورمال تيشوز. اوكي تمام. طيب الان الجرانيولوميتاس انفلاميشن من ايش متكونه؟ متكونه من الاكتيفيشن تي لمفوسايت. الان الجرانيولوميتاس انفلاميشن سببها اكتيفيشن اوف تي لمفوسايت، والتي لمفوسايت بتعمل اكتيفيشن اوف ماكروفاج،
والماكروفاج بيعمل اكتيفيشن اوف تي لينفوسايت، والتي لينفوسايت بتعمل اكتيفيشن اوف ماكروفاج، اكتيفيشن اوف تي لينفوسايت، اكتيفيشن اوف ماكروفاج باي دايركشنال باث واي، بنسميها باي دايركشنال باث واي. مع العلم كل ما تعمل اكتيفيشن للماكروفاج كل ما انت عملت ديستركشن او انجري للنورمال تيشوز. ما هو يا اخوانا انا هاي الميكروب وانت بدك تحوط حواليه، ما يا اخوانا لما انت تحوط حواليه انت قاعد بتقتل النورمال تيشوز، يعني انت كل ما حوطت اكثر كل ما كترت نورمال تيشوز اكثر، ولا لا؟ تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا اخوانا الجرانيولوميتاس عباره عن تو تايب اوف جرانيولوميتاس، من واحده بنسميها اميون جرانيولومو جرانيولومو جرانيولوم جرانيولوماس جرانيولوماس، والثانية بنسميها فورين بادي جرانيولوماس. إذا إميون جرانيولوما وفورين بادي جرانيولوما، ما الفرق بينهما؟ إنه الإميون جرانيولوما سبب تكون الجرانيولوما الأكتيفيشن تي سيل، سبب تكون الجرانيولوما الاكتيفيشن تي سيل. اما الفورين بودي جرانيولوما انا ما عندي ما صار عندي اكتيفيشن للتي سيل، وانما سبب تكون الجرانيولوما فورين بودي، الفورين بودي. وبالتالي اميون جرانيولوما يا اخواننا اي ايجنت بيخلي بيرزيست للتي سيل ميديت immunity response. ايش قصده؟ قصده اي ايجنت بخلي دائما التي سيل موجوده، بخلي التي سيل موجوده. طبعا يا اخواننا التي سيل اميون ريسبونس يعني سيلولار، ما احنا عارفين الاميون اما سيلولار واما هيوميرال، الهيوميرال الانتي بودي مناش داخل، اما السيلولار عباره عن التي سيل. فاي ايجنت بيعمل بيرزيستنس للتي سيل ميدييتد اميون ريسبونس، يعني بضله يخلي التي سيل شغاله، بضله يخلي السيل ميدييت اميون ريسبونس او السيلولار اميون ريسبونس شغال، بيعمل اميون جرانيولوما. فما هو الاميون جرانيولوما؟ اي ايجنت بيعمل قادر انه يعمل اندكشن بيرزيستنس تي سيل ميدييت اميون ريسبونس. فالتي سيل يا اخواننا بتفرز الانترفيرون جاما، والانترفيرون جاما بيروح بيحفز الماكروفاج، والماكروفاج بتفرز الانترلوكين واحد والتيومون نيكروسيس فاكتور اللي راح تحفز التي سيل، والتي سيل بتفرز الانترفيرون جاما، والانترفيرون جاما بيحفز الماكروفاج، والماكروفاج بيفرز التيومون نيكروسيس فاكتور والانترلوكين واحد اللي راح يحفز التي سيل، وهذا هو الباي دايركشنال باث واي. يا اخواننا متى بيصير تكون للجرانيولوما؟ لما انا الاميون ريسبونس بروديوس جرانيولوما، وين؟ لما انا الايجنت كانت بي ريدلي اليمينيشن، لما انا يا اخواننا مش قادر اتخلص من الميكروب، مش قادر اتخلص من من الاميون، يعني الاميون ريسبونس ضلوا بيرزيستنس. متى الاميون ريسبونس بضلوا شغال؟ متى الاميون ريسبونس بضلوا شغال؟ في حالتين. والله لو كان انا مش قادر اتخلص من الميكروب، او كان الاميون ريسبونس اللي حفزه سيلف انتيجين. فلو اللي حفز الاميون ريسبونس سيلف انتيجين، يعني لو انا كان سبب الاميون ريسبونس سيلف انتيجين، هل راح اقدر اتخلص من هذا الانتيجين؟ هل راح اقدر اعمل اليمينيشن لهذا الانتيجين؟ لا يا اخواننا، عشان هذا الانتيجين خليه من خلايا جسمك، فانت مش راح تقدر تتخلص من خلايا جسمك، تمام؟ وبالتالي راح يضل الاميون ريسبونس شغال، وبالتالي راح يضل اكتيفيشن للتي سيل، وبالتالي راح يصير تكون الجرانيولوما. فمتى بتكون الاميون جرانيولوما؟ متى بيصير الاميون جرانيولوما؟ اي ايجنت بخلي التي سيل شغاله، بخلي السيلولار ميديت اميون ريسبونس شغال وبيرزيست. طب ايش السبب اللي يخلي التي سيل شغاله؟ سببين. السبب الاول بيرزيستنت للميكروب، فهو difficult to eradication للميكروب، فانا بحوط عليه بالجرانيولوما عشان ما اخلي الميكروب يصير له سبريد،
وانتشار، السبب الثاني انه يكون سبب تحفيز الاميون ريسبونس السيلف انتيجين. السيلف ايش؟ انتيجين. فبضلني ابعت تي سيل وبضلني ابعت ماكروفيج وبضلني ابعت تي سيل وماكروفيج، اضلني ابعت تي سيل وماكروفيج على السيلف انتيجين، فزيادة التي سيل والماكروفيج بتجمعوا مع بعض وبيكونوا لي الجرانيولوما حوالين السيلف انتيجين، تمام؟ وهذا زي اخواننا مرض الكرونز ديسيز، حناخده لقدام بإذن الله عز وجل. الآن الفورين بادي جرانيولوما، بدك تعرف شغلة، انه الفورين بادي عبارة عن مادة، هذه المادة مش ما بتحفز التي سيل، ما بتحفز السيل ميديت اميون ريسبونس. اذا هذه المادة ما بتحفز جهاز المناعة، هذه المادة ما بتحفز جهاز المناعة. طيب انا يا اخواننا الفورين بادي هاد بسميها انارت، انارت فورين بادي، اي فورين بادي خامل، اي فورين بادي انارت، لا يستطيع انه يحفز جهاز المناعة ويعمل اكتيفيشن للتي سيل. لكن وجود الفورين بادي نفسه، تمام، بيستقطب الماكروفاج. وجود الفورين بادي نفسه بيستقطب الماكروفاج، ما هو بالنهايه اخوانا هو عباره عن فورين بادي. فبيجي الماكروفاج بيحاول يعمل ديجراديشن وفاجوسايتوسيس للفورين بادي لكنه يفشل. فلما يفشل الماكروفاج انه يعمل فاجوسايتوسيس، تمام، بيصير انه الماكروفاج بيحوط حوالين الفورين بادي، فبيصير الفورين بادي في النص والماكروفاج حوالينه، تمام. طبعا احنا قلنا الماكروفاج بتصير ايبيثيليال سيل، ايبيثيليويد، اسف، ايبيثيليويد سيل، احنا قلنا الايبيثيليويد سيل بتكبر وبتصير اباندنت في السيتوبلازم وهي عباره عن اكتيفيشن ماكروفاج. فهذه الايبيثيليويد سيل، واحنا عارفين برضو في انا عندي الجاينت سيل، المالتي نيوكليار جاينت سيل، وانتم عارفين انه المالتي نيوكليار جاينت سيل عباره عن فيوز الماكروفاج توجذر. فهذه الايبيثيليويد سيل والمالتي نيوكليار جاينت سيل بتصير يا اخواننا حوالين الفورين بادي، بتصير اراوند ذا فورين بادي، والفورين بادي بيكون في السنترال. اذا الجرانيولوما بتحوط، هاي الجرانيولوما بتحوط الفورين بادي، والفورين بادي بيكون ايش؟ في السنترال. وانت بتقدر تشوف انه الفورين بادي بالسنترال عن طريق، صحيح، عن طريق البولارايزد لايت. فعن طريق البولارايزد لايت بتقدر تشوف انه الفورين بادي سنترالي لمين؟ للجرانيولوما. وهذه الجرانيولوما هل هي عبارة عن التي سيل؟ لا. هل هي عبارة عن التي سيل؟ لا. انما الجرانيولوما هاي عبارة عن الجاينت سيل مالتي نيوكليار والابيثيليويد سيل الاكتيفيتد ماكروفيج، الاكتيفيتد ماكروفيج. من هذه الفورين بادي اللي ممكن تعمل لي جرانيولوما اللي هي التولك او التالك او التولك. هذا التولك يا اخوانا هي تلك المادة البيضاء اللي بتكون موجودة في الجلافز. فالناس اللي بتعاطوا مخدرات عشانهم دائما بيحقنوا حالهم، فممكن هذه التولك تدخل داخل داخل التيشوز، ممكن تدخل داخل التيشوز ويتكون، طبعا هي فورين بادي وبتكون ايش؟ جرانيولوما حوالين التولك هذه. ممكن يتكون جرانيولوما حوالين السوتشر، ممكن يتكون جرانيولوما حوالين السوتشر، ممكن يا اخواننا انه يتكون جرانيولوما حوالين فايبرس large enough to preclude الفاجوسايتوسيس. يعني انا عندي فايبرس كبير جدا جدا، انه هذا الفايبرس بيقدر يعمل بريكلود، اي بيقدر يتفادى الفاجوسايتوسيس. فممكن برضو الفايبر هذا اعتبره as a foreign body granuloma، تمام. اذا هل يا اخواننا الفورين بادي is immunogenic؟ لا، الفورين بادي لا يحفز جهاز المناعة. فالفورين بادي is non-immunogenic، is non-immunogenic، non-immunogenic. أنا عندي abscess للتي سيل، abscess للتي سيل، تمام؟ طيب بما إنه ما حفز جهاز المناعة، هل بيصير destruction للنورمال تيشوز؟ لا. احنا قلنا يا اخوانا متى بيصير ديستراكشن للنورمال تيشوز؟ لما الماكروفاج اتحفز التي سيل، والتي سيل اتحفز الماكروفاج، وهذا اتحفز زاد، وسايتوكاين يخرج. لكن انا وهذا وين يحدث؟ في الاميون
جرانيولوما. لكن انا في الفورين بادي جرانيولوما ما بيصير اكتيفيشن للتي سيل، وانما فقط انه بتيجي الماكروفاج بتحوط الفورين بادي، بتيجي الماكروفاج بتحوط الفورين بادي، وبالتالي ما بيصير ديستراكشن للنورمال تيشو زي في الميون ميون جرانيولوماز. تمام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الان يا اخواننا المورفولوجي، نيجي على هذا الرسم. بدايه هاي هي الجرانيولوميتاس انفلاميشن. تمام، قالوا لي هذا الجرانيولوميتاس انفلاميشن صدفت وكان انا عندي نيكروتيك في النص، شايفين هذا هو النيكروتيك تيشوز، وشايفين لونها لون اصفر، ويعني زي لون الجبنه البيضة على صفرة. ما احنا قلنا الكيسياس نيكروسيس، الكيسياس نيكروسيس عباره عن نيكروسيس بيشبه التشيز الوايت ويلو، يعني الجبنه صفرة على بيضة، هاي الكيسياس نيكروسيس بيكون في النص. تمام، حتقولوا لي تمام، بيكون حواليه ايش يا اخوانا؟ شايفين هاي الماكروفاج، هاي هي ايش الماكروفاج. الان هذه الماكروفاج شايفين يا اخواننا كبيره، فبسميها ابيثيليويد ماكروفاج، شايفين كبيره، شايفين انه السيتوبلازم عباره عن بنك، شايفين يا اخواننا هذه الماكروفاج تحتوي على بنك. تمام، طيب، وهذه الماكروفاج كبيره فبسميها ابيثيليويد ماكروفاج. ممكن ايضا الماكروفاج تتجمع على بعضها البعض وتعمل لي مالتي نيوكليار جاينت سيل، او ممكن اسميها لانج هانز سيل، مش لانجر هان، لا مش لانجر هان، لا يا اخواننا لانج هان سيل، لانج هان سيل، لانج هان جاينت سيل هي عباره عن ماكروفاج اتحدت، هي عباره عن فيو ماكروفاج فيوزد توجذر، فيوزد توجذر. حتى انتم شايفين أكم من ماكروفاج، هاي النواة، هاي تنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، تقريبا عشرة من الماكروفاج اتحدوا مع بعض وعملوا لي جاينت لانج هاند جاينت ماكروفاج. تمام، الآن الماكروفاج بتكون محوطة بإيش؟ صحيح، بتكون محوطة، شايفين هو هذا الأزرق يا أخواننا عبارة عن التي لينفوسايت، شايفين هاي الماكروفاج بتكون محوطة بالتي لينفوسايت، وهاي التي لينفوسايت، إذا الماكروفاج بتكون محوطة بالتي لينفوسايت. طيب، والجرانيولوميتاس انفلاميشن الإطار تبعها عبارة عن إيش؟ الإطار تبعها أو بسميه الريم تبعها عبارة عن فايبروبلاست، صحيح، عبارة عن إيش؟ فايبرو بلاست، هاي فايبرو إيش؟ بلاست، الإطار تبعها. فنيجي نقرأ الكلام، إنه بقول لي المورفولوجي للماكروفاج بتكون اكتيفيتد ماكروفاج، السيتوبلازم بتكون بنك، السيتوبلازم بيكون بنك، بسميها ابيثيليويد سيل. الان الابيثيليويد سيل او الماكروفاج هذه بتكون كولر اوف ذا ليمفوسايت سراوندد اجريجيت اوف ابيثيليويد سيل، يعني بصير انا عندي طوق، كولر يعني يا اخواننا زي طوق، طوق زي طوق، هذا كولر اوف ذا ليمفوسايت، اي انه طوق من الليمفوسايت بيكون حوالين سراوندد الاجريجيت اوف ابيثيليويد سيل، يعني حوالين الابيثيليويد سيل. طيب، وايضا يا اخواننا انه بتكون الجرانيولوماز بتكون ريمد اوف ذا ليمف، بتكون ايش يعني ريمد؟ زي ما قلنا الاطار تبعها او الحواف تبعها بتكون ريمد اوف فايبروبلاست، فايبرو بلاست وكونكتيف تيشوز، هيو زي ما احنا شفنا هاي فايبرو بلاست وايش وكونكتيف تيشوز، وممكن يا اخواننا يكون في السنترال نيكروتيك كيسياس نيكروسيس، كيسياس نيكروسيس، وزي ما شفنا لانج هاند جاينت سيل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا اخواننا احنا اخذنا في النيكروتيك سيل، في الكيسياس نيكروتيك سيل في الغالب ايش كان يكون موجود؟ صحيح كلامكم، كان يكون موجود مايكوبكتيريوم تيوبركيولوسيس. فالكيسياس نيكروتيك سيل 90% من الكيسياس نيكروتيك سيل كنا نقول عنها ايش؟ كنا نقول عنها مايكوبكتيريوم تيوبركيولوسيس. فالمايكوبكتيريوم تيوبركيولوسيس
هي اللي بدها تسوي كيسياس نيكروتيك سيل. فبسمي الجرانيولوما هذه كازييتنج جرانيولوماز. ايش يعني كازييتنج جرانيولوماز؟ انه هذه يكون فيها كيسياس نيكروتيك سيل، ولما انت تشوف كيسياس نيكروتيك سيل اعرف انه في الغالب تيوبركولوسيس، بس ممكن يكون مش تيوبركولوسيس. تمام. طيب، وانتوا عارفين يا اخواننا انه الكيسياس نيكروسيس انه بصير هذا التيشوز يفقد كل الستراكشر تبعته، فبصير الستراكشر ليس، يعني بفقد كل الستراكشر تبعته. والكيسياس نيكروتيك سيل التيشوز بتكون ايوزينوفيل، تمام، والسيلولار ديتيل كلها بتروح، السيلولار ديتيل كلها ايش بتروح. يعني انتوا عارفين الكلام هذا، في الكيسس نيكروتيك سيل السيلولار ديتيل كلها بتروح، وهو عباره عن ايوزينوفيل، والاستراكشر ليس كلها بتروح. تمام. الان بعض الجرانيولوما ما فيها كيسس نيكروسيس فبسميها نون كيزييتنج جرانيولوماز. اذا بعض الجرانيولوما ما بيكون لها كيسس نيكروسيس فبسميها نون كيزييتنج جرانيولوماز. زي مين؟ زي الكرون ديسيز، زي ساركويدوسيز، زي ساركويدوسيز، زي الفورين بادي رياكشن. يا اخوانا انتوا عارفين الفورين بادي رياكشن بسمي الجرانيولوماز فورين بادي جرانيولوماز، وهو نون باثوجين. طيب، اذا فورين بادي جرانيولوماز. طيب الكرون ديسيز، الكرون ديسيز بيحفز اصلا. ايش سبب الكرون ديسيز؟ اوتو اميون ديسيز. ايه سبب الكرون ديسيز؟ اوتو اميون ديسيز. وانتو عارفين الكرون ديسيز احد اقسام الانفلاماتوري باول ديسيز، او الاريتابيليتي باول ديسيز، او الانفلاماتوري باول ديسيز. الكرون ديسيز اوتو اميون ديسيز، هذا الكرون ديسيز بصيب الجي اي، اي بارت في الجي اي، وانتو عارفين الكلام هذا خاصه في الإيليام. المهم الكرون ديسيز لما انت تفحص الكرون ديسيز تحت الميكروسكوب راح تلاقي متكون انا عندي جرانيولوميتاس في الكرون ديسيز. هذه الجرانيولوميتاس حتلاقي مليانة تي سيل، وحتلاقي مليانة ماكروفيش، ومليانة جاين سيل، ومليانة لانج هاند سيل. طيب لما تروح ساركويدوسيز، لما تفحص الساركويدوسيز يا اخوانا، الساركويدوسيز عبارة عن مرض غير معروف سببه. ها اكتب لكم اياه، ساركويدوسيس مرض غير معروف سببه. ممكن يصيب اي بارت في الجسم، خاصه السبلين، وخاصه الليفر، وخاصه الليمفويد وخاصه الليمف نود، وخاصه السكين، وممكن الجوينت. لكن اشهر مكانين قلنا السبلين والليفر. فالساركويدوسيس مرض غير معروف سببه، ايديوباثيك ممكن طبعا، وهو اوتو اميون ديسيز، او مش اسف مش اوتو اميون ديسيز، هو انفلاميشن. ممكن في بعضهم بيعتبروه اوتو اميون ديسيز، وفي بعضهم ما بيعتبروه اوتو اميون ديسيز، لكن بيعتبروه انفلاميشن، بيعتبروه مرض بسبب انفلاميشن. فالساركويدوسيز هو مرض بسبب انفلاميشن، وهذا الانفلاميشن بيعمل جرانيولوميتاس. فراح تلاقي تي سيل كتير وماكروفيج كتير، لكن هل راح تلاقي كيسياس نيكروسيس؟ لا. طيب في الفورين بادي رياكشن، في الفورين بادي رياكشن راح تلاقي جرانيولوميتاس، لكن هل راح تلاقي تي سيل؟ لا، مش راح تلاقي تي سيل، انما فقط ماكروفيج. هل راح تلاقي تي سيل؟ لا. تمام. اللهم صل على نبينا محمد. اذا قلنا يا اخواننا الجرانيولوميتاس نوعين، اما اميون واما فورين بادي رياكتيف. طيب لما تيجي تفحص الجرانيولوميتاس، اما راح تلاقي عليها كيسياس نيكروسيس فبسميها كيزييتد جرانيولوماس، وهذه في الغالب تيوبركولوسيس، واما راح تكون نون كيزييتد جرانيولوماس واسبابها كرون ديسيز، ساركويدوسيس، فورين بادي رياكشن. الفورين بادي رياكشن مش راح تلاقي تي سيل، تي لينفو بلاست، تي لينفو سايت مش راح تلاقي. تمام. وهيها الكيزياس نيكروسيس. تمام. الان يا اخوانا بسنا نعرف انه التيوبركولوسيس مين بصبغها؟ زين نيلسون ستين، او زيهل نيلسون ستين، زيهل او زين نيلسون ستين. ما انتوا عارفين يا اخوانا
انه المايكوبكتيريوم تيوبركلوسز البصبغه اسيد فاستستين، اسيد فاست اسيد فاستستين هي اللي راح تصبغ التيوبركلوسز. فلما انت تلاقي يا اخواننا كيسياس نيكروسز او لما تلاقي كازييتنج جرانيولوما، روح دغري في الزيهل نيلسون ستين وروح اصبغ هذه الكيسيا الكازييتد جرانيولوما. في الغالب راح تلاقي عندك اللون الاحمر، اللون الاحمر هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن المايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس اللي صبغوا اصلا الكاربول فيوشيسين. تمام، احنا قلنا يا اخواننا الجرانيولوماس بتكون لها عده اسباب. من هذه الاسباب انه انا بيرزيستنس في تحفيز التي سيل ريسبونس تو ذا سيرتين مايكروب، اذا تحفيز للتي سيل عشان سيرتين مايكروب، فس يعني بكتيريا معينه ضلت تحفز في التي سيل، ضلت تحفز في التي سيل. زي مين؟ زي المايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس وهي اشهر واحده، زي ايضا يعني المايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس اشهر انفكشن بيعمل بيرزيستنس للتي سيل اكتيفيشن. طيب وبرضه زي بكتيريا بنسميها تريبونيما باليدام. التريبونيما باليدام لو انتم ذاكرين كانت تعمل مرض السيفالس، واحنا وانا قلت لكم في في المايكروبيولوجي مرض السيفالس صعب جدا، صعب جدا، وبيعمل في الجناد، بضخم الجناد وبيأثر كتير على الجسم، يعني صعب جدا وممكن ينتقل عن طريق السكشوال. تمام، المهم التريبونيما باليدام، حتى احنا قلنا التريبونيما باليدام عبارة عن ايش اخوانا؟ صحيح، عبارة عن سبايروشيت. التريبونيما باليدام ممكن تعمل لي ايضا بيرزيستنت للتي سيل ريسبونس، وايضا بعض الفانجاي، وبعض الفانجاي هذه بتروح بتحفز التي سيل، بتحفز التي سيل تفرز سايتوكاين، والسايتوكاين لو ضلوا يتم افرازه بيعمل بحفز الماكروفاج، بحفز الماكروفاج، والماكروفاج بتفرز سايتوكاين بتحفز التي سيل، والتي سيل بيفرز سايتوكاين بحفز الماكروفاج، والميكروب بيحفز التي سيل تفرز سايتوكاين تحفز الماكروفاج، والماكروفاج بيفرز سايتوكاين بحفز التي سيل، والميكروب بحفز التي سيل تفرز سايتوكاين، وهكذا. فاول سبب للجرانيولوما اللي هو تحفيز التي سيل باستمرار، تحفيز التي سيل باستمرار فبتفرز سايتوكاين بتحفز الماكروفاج. تمام، اللي بيحفز التي سيل قلنا مايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس الاشهر، وايضا التريبونيما باليدام، وبعض الفنجاي. طيب ممكن يا اخواننا ايضا انه الجرانيولوما نتجت من اوتو اميون ديسيز، الجرانيولوما نتجت من اوتو اميون ديسيز زي الكرون ديسيز. طيب ممكن الجرانيولوما نتجت من سبب غير معروف ايديوباثي او ايتيولوجي بنسميها ساركويدوسيس، هذا المرض بسميه ساركويدوسيس برضو انفلاميشن، الساركويدوسيس انفلاميشن. ممكن يا اخوانا تكون سبب الجرانيولوما انه الفورين بادي ما قدرت اعمل له فاجوسايتوسيس، الفورين بادي تمام، فبسميها فورين بادي جرانيولوما. اخوانا هذا الجدول مهم، انه هذا الكولم وهذا الكولم، فبدك تقول لي مثلا البكتيريا بسميها مايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس بتعمل تيوبركلوسيس. طيب طبعا هدول كلهم بيكونوا جرانيولوميتاس انفلاميشن، يعني كلهم انفلاميشن، هدول الامراض كلهم انفلاميشن وكلهم عندهم جرانيولوميتاس. طيب البكتيريا اسمها مايكوبكتيريوم ليبرا بتكون ليبروزي. طيب بكتيريا بسميها تريبونيما باليدام بتكون السيفالس، السيفالس تريبونيما باليدام. حيث يا اخوانا لما انا بدي افحص على السيفالس ممكن اعمل سيرولوجيكال ستاديز. ما علينا، في بكتيريا هي عباره عن جرام نيجاتيف باسيلاي اسمها بارتونيلا، بارتونيلا يعني اسم البكتيريا بارتونيلا هنساليز، بارتونيلا هنساديز. هذه البكتيريا تنتقل عن طريق القطط،
وهي عبارة عن جرام نيجاتيف باسيلاي، وهذه البكتيريا بتعمل مرض بسميه كات سكراتش ديسيز. ليش سموه كات سكراتش؟ عشان تنتقل عن طريق القطط. ممكن يكون سبب غير معروف يعطيني ساركويدوسيس، ممكن يا اخواننا اميون رياكشن اوتو اميون ديسيز اجينست الجات، اجينست الجات يعطيني كرون ديسيز ضمن الانفلاماتوري باول ديسيز. فيا اخواننا بدنا نحفظ هذا وهذا، تمام؟ هذا هو الكوز وهذا هو المرض، تمام؟ الان يا اخواننا انتم عارفين انه الانفلاميشن بيكون في مكان محدد، يعني مثلا ممكن يكون، يعني الانفلاميشن مثلا ممكن يكون في اللنج، ممكن يكون في الجي اي، ممكن يكون في البون، ممكن يكون في السبلين، فبيكون لوكالي. لكن مع ذلك ممكن الانفلاميشن يكون سيستميك افكت اوف انفلاميشن، يعني ممكن تاثير الانفلاميشن يكون لوكالي، لكن ممكن ايضا الانفلاميشن يكون ايضا له تاثير سيستميك، اي له تاثير على الجسم كله، يعني مثلا ممكن يعمل للجسم كله فيفر، فإله تاثير على الجسم كله، يرفع درجه الحراره 4 درجات، تخيلوا. ممكن يا اخواننا له تاثير على الكتابوليزم، يعمل كتابوليزم للبروتين والليبيد مثلا. ممكن له تاثير ديجراديشن الابيتايت، ممكن يا اخواننا له تاثير يزود الجلوكوز في البلاد، ممكن اخواننا له تاثير يزود السيدمنتيشن، ممكن يعني اخواننا الانفلاميشن ممكن يكون له تاثير على الجسم ككل الانفلاميشن. طب ايش السبب؟ ايش السبب؟ السبب يا اخواننا انه البرودكت تبعت الميكروبس، يعني مثلا هلقيت البكتيريا تحتوي على اندوتوكسين، يعني انا عند البكتيريا تحتوي على اندوتوكسين وين؟ في اللايبوبوليبيبتايد تبعت البكتيريا تحتوي على الاندوتوكسين، وانتم عارفين في ليبيد اي، الليبيد اي يحتوي على اندوتوكسين، هذا الاندوتوكسين ممكن يحفز بس خلونا هلقيتي اذا ممكن منتجات البكتيريا، ممكن يا اخواننا الفايرال دبل ستراند ار ان اي، فايرال دبل ستراند ار ان اي، لاحظ احنا بنقول ار ان اي وليس دي ان اي، ولاحظ احنا بنقول دبل ستراند. واذر انفلاماتوري ستيمولاي، هذول يا اخواننا الانفلاماتوري ستيمولاي بيروحوا على اللوكوسايت وبيحفزوا اللوكوسايت. اعيد، الانفلاماتوري ستيمولاي اللي هو مثلا الاندوتوكسين في اللايبوبوليساكرايد، او الفايرال يحتوي على دبل ستراند ار ان اي، او اذر انفلاماتوري ستيمولاي بيروح على اللوكوسايت وبيحفزوا اللوكوسايت تفرز الانترلوكين واحد، الانترلوكين واحد والانترلوكين 6 والتيومور نيكروسيس فاكتور والانترفيرون تايب 1، بس الانترفيرون تايب 1 تاثيره ضعيف. المهم هدول الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 والتيومور نيكروسيس فاكتور، هدول الثلاثه مع بعض هم المسؤولين عن السيستميك افكت اوف انفلاميشن. فيا اخواننا ممكن تقول لي سيستميك افكت اوف انفلاميشن، او تقول لي اكيوت فيز رياكشن. فالاكيوت فيز رياكشن هي نفسها السيستميك افكت اوف انفلاميشن. الاكيوت فيز رياكشن ايش سببه؟ سببه السيتوكاين. طيب السيتوكاين مين اللي طلعها؟ اللوكوسايت. طب اللوكوسايت مين اللي حفزه؟ البكتيريا، منتجات البكتيريا، الفيرال ار ان اي دبل ستراند، بعض الانفلاماتوري ستيمولاي، تمام ان شاء الله عز وجل. فالاكيوت فيز رياكشن او سيستميك افكت اوف انفلاميشن نفس التسميه. فانفلاميشن انتم عارفين انه هو لوكالايز، لكن هو لوكالايز انفلاميشن، لكن بمساعده السيتوكاين، بمساعده السيتوكاين بيصير الانفلاميشن له سيستميك رياكشن. هذا السيستميك رياكشن بنسميه اكيوت فيز ريسبونس. طيب اللي راح يحفز من السيتوكاين هو مين؟ هو اللي يعني بيعمل ستيميوليشن للبرودكت للسيتوكاين، هو مين؟ هو البكتيريا البرودكت، اللايبوبوليساكرايد، الفايرال دبل ستراند ار ان اي. طيب هدول طبعا الميدياتور او السيتوكاين الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 والتيومور نيكروسيس فاكتور بروديوست، يتم انتاجهم بواسطه اللوكوسايت. اللوكوسايت بيصير لها ريسبونس، رد فعل لمين؟ للانفكشن والاميون، تمام.
طب زي ايش السيستميك انفلاميشن؟ احنا قلنا فيفر بترتفع درجة الحرارة، كاتابوليزم، ديكريز الابيتايت، تشينج في البلاد برشر، هيمو دايناميك تشينج، بيصير في الهيمو دايناميك تشينج بعض التشينج، السي رياكت طبعا سينثيسيس اوف اكيوت فيز بروتين. يا اخوانا في فرق بين اكيوت فيز رياكشن وفي فرق بين اكيوت فيز بروتين. الاكيوت فيز رياكشن هو نفسه السيستميك في السيستميك افكت اوف انفلاميشن، وانما الاكيوت فيز بروتين هو عباره عن نتيجه، فنتيجه لمين؟ للسيستميك افكت، تمام؟ فالاكيوت فيز بروتين تلك بروتينات يتم انتاجها من الليفر، فاذا لقيتها في البلاد بشكل كبير، اذا الاكيوت فيز بروتين اذا وجدته في البلاد بشكل كبير اعرف انه انا عندي سيستميك افكت اوف انفلاميشن، يعني انا عندي انفلاميشن قوي وخلى الانفلاميشن سيستميك كمان، تمام؟ زي ايش هذه الاكيوت فيز بروتين؟ زي السي رياكتيف بيبتايد، زي السيرام اميلويد امينو اسيد بروتين، زي الفيبرينوجين، كل هذول عبارة عن بروتينات اللي صنعهم الليفر، بسميهم اكيوت فيز بروتين، ينتجوا في ينتجوا من الليفر وينكبوا في البلد اشارة وعلامة على مين؟ على السيستميك انفلاميشن، تمام؟ طيب ممكن يا اخواننا يصير لوكوسايتوسيس، يعني زياده في اللوكوسايت بشكل كبير جدا. يا اخواننا تخيلوا عدد اللوكوسايت تقريبا 4000 ل 11000، هذا الطبيعي، فممكن اللوكوسايت تصير اكثر من 11000، بسمي هذه الحاله لوكوسايتوسيس، تمام؟ فممكن يا اخواننا يكون سبب اللوكوسايتوسيس انكريز في النيوتروفيل، وغالبا انه بيزيد النيوتروفيل بكتيريال انفكشن. ممكن سبب اللوكوسايتوسيس انكريز في الليمفوسايت، غالبا فايرال انفكشن. ممكن سبب اللوكوسايتوسيس انكريز في الايوزينوفيل، غالبا سببه الازمه والباراسايت. طبعا يا اخواننا ممكن هذا لما تكون اللوكوسايت مرتفعه اكثر من 11000، بس مش بكتير، يعني ممكن توصل 20000، تمام؟ او 15000 او 17000، هذه الحاله بسميها لوكوسايتوسيس. لكن لما ترتفع اللوكوسايت بشكل كبير جدا 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 جدا، مثلا من 40000 ترتفع الى 100000، يعني تخيل هي الطبيعي 11000، فتخيل ممكن توصل 40000 اللوكوسايت، ممكن توصل 100000. في هذه الحالة ممكن يصير في زي ايش؟ في السالمونيلا، في السالمونيلا اللي بتعمل تيفويد فيفر، اللي بتعمل تيفويد فيفر السالمونيلا. برضو يا اخواننا المحترمين ممكن ايضا تسببه ليكومويد رياكشن، ليكومويد رياكشن حناخدها باذن الله عز وجل. يا اخواننا بس انا نسيت من الاكيوت فيز بروتين، بروتين اسمه هيب سي دين، بروتين ايش اسمه؟ هيبسيدين، تمام؟ الان الهيبسيدين هذا ايش وظيفته؟ هيبسيدين وظيفة الهيبسيدين يعمل ريجوليشن لامتصاص الحديد، يعني هو عبارة عن بيبتايد، الهيبسيدين بيبتايد او بروتين بيعمل ايرون ريجوليتنج. طيب ايش بيسوي الهيبسيدين؟ الهيبسيدين بيقلل امتصاص الحديد، بيقلل امتصاص الحديد. فلما يصير انا عندي سيستميك effect of inflammation، فالليفر بيصنع هيبسيدين بشكل كبير جدا جدا جدا، فبرتفع الهيبسيدين في البلاد، فبقلل امتصاص الحديد بشكل كتير جدا جدا، فالحديد بيقل بشكل كبير جدا جدا، وبالتالي بيصير انا عندي انيميا، بيصير انا عندي انيميا. سبب الانيميا هو نقصان الحديد، فممكن اسميها انيميا of chronic disease، يعني سبب الانيميا نقصان الحديد وسبب نقصان الحديد chronic inflammation. chronic inflammation ممكن اسمي الانيميا عبارة عن iron deficiency انيميا. يا اخواننا المحترمين بس بدنا نعرج على الفيبرينوجين. انتوا عارفين انه الفيبرينوجين لما يزيد في البلاد ايش بيسوي؟ بيروح يرتبط على الريد بلاد سيل. فالفيبرينوجين لما يرتبط على الريد بلاد سيل
بيخلي الريد بلاد سيل تتلزق مع بعض. الآن يا إخواننا المحترمين، شايفين الرولكس؟ الرولكس هذا تمام. الآن إيش بيصير؟ الفيبرينوجين لما يرتفع في البلد بيروح بمسك على الإريثروسايت وبيخلي الإريثروسايت تصير ستيك. بيخلي الإريثروسايت إيش تصير؟ ستيكس. إيش يعني ستيك؟ يعني بيخليها تتكدس وتتكوم على بعض فتكون رولكس. تمام. فلما انت بدك تحفظ، بدك تفحص السيدمنتيشن ريت، ها السيدمنتيشن ريت او الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت، تمام، راح تلاقيه ايش؟ سريع. راح تلاقي السيدمنتيشن سريع. تمام. وبالتالي لما انت تلاقي السيدمنتيشن سريع، هذا دليل انه الفيبرينوجين مرتفع في البلد، فهذا دليل انه انا عندي انفلاميشن، انه انا عندي ايش؟ انفلاميشن. وهاي برضو يا اخواننا الرولكس السيدمنتيشن. تمام. طب يا اخواننا المحترمين، لو واحد سألك سؤال، الاكيوت فيز بروتين، مين اللي بيحفز الليفر يصنع الاكيوت فيز بروتين؟ ممتازين، الانترلوكين 6. فالانترلوكين 6 بيحفز الاكيوت فيز بروتين، يصنع بيحفز الليفر يصنع الاكيوت فيز بروتين. واحد قال لي طب مش انتوا قلتوا لنا انه الاكيوت فيز رياكشن او السيستميك effect of inflammation اللي بيحفزها الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 والهيومن نيكروسيس فاكتور؟ اوكي صحيح كلامك، صحيح، لكن اللي بيحفز خاص نص الاكيوت فيز بروتين هو الانترلوكين 6. الانترلوكين 6. طيب الان السيرم اميلويد اميلويد بيبتايد والسي رياكتيف والسي رياكتيف بروتين، هدول التنتين يا اخواننا لهم شغل مهم جدا جدا في ايش؟ في الاوبسونين، في الاوبسونين. فبيروحوا يا اخواننا هدول الاثنين بيرتبطوا في الميكروب، فبيحفز الماكروفيج تعمل فاجوسايتوسيس للميكروب. فهدول الاثنين لهم شغل وين؟ لهم شغل ممكن تكون في الميكروب، في الميكروبيسايدال، لهم شغل في قتل الميكروب، في الميكروبيسايدال لهم دور. تمام. في الميكروبيسايدال اكتيفيتي. طيب لما انت تضلك تصنع في السيرم اميلويد اي، سيرم اميلويد اي تضلك تصنع في هذا، تضلك في الاخر بتعطيني سكندري اميلويدوسيس، الان يا اخواننا المحترمين، شخص نعتبر عنده أثيروسكليروسيس، وانتم عارفين انه الأثيروسكليروس عبارة عن اوتو انفلاميشن او عبارة عن انفلاميشن. خلصنا الأثيروسكليروسيس عبارة عن كرونيك انفلاميشن. طيب فالانفلاميشن اكيد راح تلاقي السي ار بي مرتفع، السي رياكتيف بيبتايد مرتفع، لكن اذا كانت السي رياكتيف بيبتايد مرتفعة بشكل كتير في شخص مريض بالأثيروسكليروسيس، فاحتمال يصاب بالمايوكارديال انفاركشن او بالستروك احتمال عالي. يعني انا شخصين، واحد عنده أثيروسكليروسيس والاخر ما عنده أثيروسكليروسيس، لكن الشخص الاول السي ار بي مرتفع، الشخص الثاني السي ار بي منخفض. فالشخص اللي عنده السي ار بي مرتفع احتمال يصاب بالمايوكارديال انفاركشن او بالستروك عالي جدا. تمام. طيب يا اخواننا، بدايه من السيستميك فيز او من الاكيوت فيز رياكشن او من السيستميك افكت اوف انفلاميشن، اول شيء قلنا الفيفر. الان يا اخواننا الفيفر، انتوا عارفين حكيت، انا بدي اقول لكم ايش بيصير، الان يا اخواننا تيجي البكتيريا، بكتيريال برودكتس زي مين؟ زي اللايبوبوليساكرايد الاندوتوكسين تبعتها، هذه بسميها اكزوجينس. اكزو ما هو يا اخوان ايش يعني فيفر؟ او اللي بيحفز الفيفر بسميه بايروجين. يا اخوان جين يعني منتج، ف
فبايروجين منتج للحرارة، يعني بحفز الفيفر. فأنا بحفز الفيفر بطريقتين أو بحاجتين، لازم يكون عندي إكزوجينس وإندوجينس. ما هو الإكزوجينس؟ بايروجين هو إنه إشي بحفز الحرارة، لكن إكزوجينس زي مين؟ زي البكتيريا، زي اللايبوبوليساكرايد الاندوتوكسين تبع البكتيريا. ايش هذا الاندوتوكسين تبع البكتيريا؟ بيروح على اللوكوسايت وبيخلي اللوكوسايت تفرز انترلوكين واحد والتيومون نيكروسيس فاكتور. فالانترلوكين واحد والتيومون نيكروسيس فاكتور بسميهم اندوجينيوس بايروجين. فالانترلوكين واحد والتيومون نيكروسيس فاكتور بيروحوا على الكوكس، ها على الكوكس، وبيحفز الكوكس، بيعمل اكتيفيشن للكوكس عشان يفرز البروستاجلاندين E2. البروستاجلاندين E2 بيروح على الفيزل تبعت الهايبوثالاموس، بيروح على الفيزل تبعت الهايبوثالاموس وبيحفز الهايبوثالاموس تفرز النيوروترانسميتر. فبيحفز الهايبوثالاموس تفرز النيوروترانسميتر، وهذا النيوروترانسميتر بتعلي الفيفر، وهذا النيوروترانسميتر بتعلي ايش؟ الفيفر. والفيفر is the most prominent manifestation of acute phase response. acute phase response اصلا انتم عارفين الانفلاميشن بعلي الحراره. فالفيفر، الفيفر زياده الحراره من درجه الى 4 درجات سيلسياس. والفيفر the most prominent manifestation of acute phase response is the one of the most، يعني واحده من اعظم المانيفيستيشن acute phase response. اللي راح يعمل produce in response بسميه البايروجين. هذا البايروجين، انا عندي اكسوجينس بايروجين واندوجينس بايروجين، ما علينا. البايروجين بحفز البروستاجلاندين سينثيسيس خاصه بالبروستاجلاندين E2. البروستاجلاندين E2 بيروح على الفيزل او الفاسكولار والبيري فاسكولار تبعت الهايبوثالاموس، وبحفز الهايبوثالاموس تفرز النيوروترانسميتر. فبحفز الهايبوثالاموس تفرز النيوروترانسميتر. النيوروترانسميتر ايش بيسوي؟ بيعمل تو ريسيت. تو ريسيت يعني اعادة تعيين للتمبريتشر، السيت بوينت. فبيعمل اعادة تعيين للتمبريتشر انه يخليها في الهاير ليفل، يخليها في الهاير ليفل. فانا عندي الاكسوجينس بايروجين اللي هي بكتيريا البرودكت، بتحفز اللوكوسايت تفرز الاندوجينس بايروجين الانترلوكين واحد والتيومون نيكروسيس فاكتور، اللي يحفزوا لي الكوكس يعطيني البروستاجلاندين، خاصه بروستاجلاندين E2. تمام. الاكيوت فيز بروتين، الاكيوت فيز بروتين لما يكون طبعا لما يكون موجود بشكل كبير، اذا انا عندي سيفير انفلاميشن. سيفير ايش؟ انفلاميشن. والاكيوت فيز بروتين بتصنع في الليفر. الاكيوت فيز بروتين اللي راح يحفز تصنيعته من الليفر الانترلوكين 6. الاكيوت فيز بروتين عباره عن السي ري اكتيف بيبتايد، فايبرينوجين، سيرم اميلويد اي، سيرم اميلويد اي بروتين، و اخذنا زي الهيبسيدين ايضا والهيبسيدين. طيب الان اخذنا قلنا السيرم رياكتيف بيبتايد، اسف، السي رياكتيف بيبتايد والسيرم اي والسيرم اميلويد اي بيرتبطوا في الميكرو في الميكروب سيل وول عشان يعملوا لي اوبسونين. يعني السيرم السيرم اي سيرم اميلويد اي والسي رياكتيف بيبتايد لهم شغل في وين؟ في المايكروبيسايدال اكتيفيتي. لهم شغل في وين؟ في المايكروبيسايدال اكتيفيتي. تمام. الاكيوت فيز بروتين زي الفيبرينوجين، الفيبرينوجين بروح بيرتبط بالاريثروسايت وبيعمل ستوك، يعني بخلي الاريثروسايت لما الفيبرينوجين يرتبط في الاريثروسايت بخلي الاريثروسايت او الريد بلاد سيل تعمل ستوك او الرولكس، وبالتالي بيصير السيدمنت للريد بلاد سيل مور رابد. تمام. طيب الان يا اخواننا المحترمين،
انا لما مثلا شخص عنده الروماتويد ارثرايتس، شخص عنده يا اخوانا روماتويد ارثرايتس، هذا الروماتويد ارثرايتس انفلاميشن، تمام. فانت اعطيت الشخص علاج، كيف بدك تعرف انه العلاج جاب نتيجه مع المريض؟ روح افحص الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت. والله لو لقيت الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت بيرجع للنورمال، اذا الشخص قاعد بتحسن. طيب، او يا اخواننا روح افحص كمان السي ار بي، لو لقيت السي ار بي او السي رياكتيف بيبتايد بيرجع للنورمال، اذا المريض قاعد بتحسن. يا اخواننا الدكتور ركز على هذه النقطة، ركز بشكل كبير. ايش قال؟ قال يا اخواننا المحترمين، انا الاريثروسايد سيدمنتيشن ريت مهمة جدا، يعني هي از ذا سيمبل تيست لمين؟ للسيستميك انفلاميشن ريسبونس. فوالله لو لقيت الاريثروسايد سيدمنتيشن ريت والسي رياكتيف بيبتايد بتتحسن، اذا المريض بيستجيب للعلاج، اذا المريض بيستجيب للعلاج، تمام. لكن لو لقيت ما تحسن، ما في تحسن، يعني الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت زي ما هي ربد، والسي رياكتيف بيبتايد زي ما هي مرتفعه في البلاد، اذا المريض لا يستجيب للعلاج. فبالتالي الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت والسي رياكتيف بيبتايد بستخدمها كأساس للثيرابيوتيك ريسبونس، يعني كتقييم وتقدير للثيرابيوتيك ريسبونس ان ذا بيشنت عنده انفلاميشن ديسوردر زي ريماتويد ارثرايتس. فالمريض اللي عنده ريماتويد ارثرايتس بدي اشي اللي يقول لي هل المريض بتحسن ولا ما بتحسن، الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت والسي رياكتيف بيبتايد. احنا قلنا لما يكون الاليفيشن بشكل كبير للسي رياكتيف بيبتايد عند شخص عنده اثيروسكليروسيس، ها يعني شخص عنده اثيروسكليروسيس والسي رياكتيف بيبتايد عالي، هذا بيزود الريسك للمايوكارديال انفاركشن والستروك، تمام. طيب لما انا يا اخوانا برولونج برودكشن لمين؟ للسيرم اميلويد اي، للسيرم اميلويد اي بروتين. لما انا سيرم اميلويد اي بروتين اضلي اصنعه راح يعطيني سكندري اميلويدوسز، سكندري اميلويدوسز، والدكتور قال بتاخذوا له بعدين باذن الله عز وجل، اعتقد في الهيمودايناميك مش ذاكر. المهم نيجي على الهيبسيدين، قلنا الهيبسيدين عباره عن من الأكيوت فيز بروتين، هو عبارة عن آيرون ريجوليتد بيبتايد، ويتم إنتاجه بشكل كبير في الأكيوت فيز ريسبونس، أو في السيستميك أوف إنفلاميشن، بيبتايد عشان الهيبسيدين عبارة عن بروتين والبروتين عبارة عن بيبتايد، ريجوليشن للآيرون. فلما يزيد بشكل كبير، بيقلل الافايلابيليتي للايرون، فبيعمل لي انيميا، فبسمي هذه الانيميا اسوسيشن وذ كرونيك انفلاميشن، تمام. في ممكن يكون انا عندي لوكوسايتوسيس، انتوا عارفين انه اللوكوسايت الطبيعيه من 4000 الى 11000، لكن لو كانت اكثر من 11000 اذا لوكوسايتوسيس، وهي كومون فيتشر في الاكيوت بكتيريال انفلاميشن. لاحظ بكتيريال في الاكيوت بكتيريال انفلاميشن. طب مين بيحفز اللوكوسايتوسيس؟ التيومور نيكروسيس فاكتور والانترلوكين واحد، فالتيومور نيكروسيس فاكتور والانترلوكين واحد بروحوا على البون مارو، بيحفزوا البون مارو يصنعوا ايش؟ اللوكوسايت. والله لو كان اللوكوسايت معظمها نيوتروفيل او اللي زاد لنيوتروفيل، اذا بيكون انا عندي الانفلاميشن او الانفكشس او الميكروب بكتيريا، ولو كان الليمفوسايتوسيس اذا الميكروب فايرال، ولو كان ايوزينوفيليا يعني اللي زاد ليوزينوفيل اذا الميكروب باراسايت او انا عندي ازمه، تمام. يا اخواننا بعض الانفكشن
ما بتعمل انكريز في اللوكوسايت، لا بتعمل ديكريز في اللوكوسايت، ديكريز، فبتعمل لوكوبينيا. اذا بعد الانفكشن بتعمل ديكريز في اللوكوسايت، ديكريز في اللوكوسايت، ديكريز في اللوكوسايت، فبتعمل لوكوبينيا. زي ايش هذا الانفكشن؟ زي السالمونيلا. الانفكشن السالمونيلا هي المسؤولة عن التيفويد فيفر، هي المسؤولة عن التيفويد فيفر. فهذه السالمونيلا ايش بتسوي؟ بتعمل ديبريشن او سبريشن للبون مارو تي تو برودكشن اللوكوسايت، فبيعمل لوكوبينيا. او هذه السالمونيلا ايش بتسوي؟ بتعمل سيكويستريشن اوف ذا ليمفوسايت ان ذا ليمف نود، فبتخلي بتعمل سيكويستريشن للليمفوسايت في الليمف نود، تمام؟ فكأنه بنقول بتحشر الليمفوسايت وين؟ في داخل الليمف نود، بتحشرها، تمام؟ يعني وهذا اللي بيعمل يا اخواننا السيتوكاين، بعض السيتوكاين زي التيومر نيكروسيس فاكتور والانترلوكين واحد بتحفز اللوكوسايتوسيس، ها بتحفز اللوكوسايتوسيس، وبعض السيتوكاين بتحشر الليمفوسايت داخل الليمف نود، فبتعمل لوكوبينيا، تمام. في مصطلح مهم جدا 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 جدا، انه بلاقي يا اخواننا انا اللوكوسايت اكسترا اوردينري بشكل كبير فظيع جدا جدا جدا، من 40 ل 100 الف عدد اللوكوسايت. ايش السبب؟ السبب او ايش بسمي هذه الحاله؟ بسمي هذه الحاله ليكومويد رياكشن. ممكن انا يكون عندي سيفير انفلاميشن، هذا الانفلاميشن يعمل ليكومويد رياكشن، فراح تلاقي اللوكوسايت من 40,000 الى 100,000. طيب لما انت تلاقي اللوكوسايت 100,000 ايش بخطر على بالك؟ بخطر على بالك تيومر في البون مارو فحفز من انتاج اللوكوسايت بشكل فظيع، فبيش بخطر على بالك لوكيميا عباره عن مالجنانت تيومر في البون مارو. طب كيف بدك تميز؟ والله لو كانت اللوكوسايت ماتيوريشن وإماتيوريشن، فلو كانت اللوكوسايت ماتيوريشن وإماتيوريشن، إماتيوريشن يعني فايبوبلاست، لو كانت اللوكوسايت ماتيوريشن وإماتيوريشن بسمي هذه الحالة لوكيميا. ويا اخوانا التيومور بيحفز من الانقسامات وبيحفز من الجروث، فسواء كان الجروث اصلا ما بيعطي فرصه للجروث انه يصير ماتيوريشن، ما انتم عارفين التيومور بيخلي الخلايا تنقسم بشكل فظيع جدا 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 جدا، فما يعني ما بتلحق الخلايا يصير لها ماتيور. فلو انت لقيت اللوكوسايت عباره عن ماتيور او ام ماتيور، اذا انت عندك مالجنت تيومر لوكيميا. في اخوانا بسميها ليفت شيفت. ايش يعني ليفت شيفت ماتيوريشن؟ فالخلايا بيصير لها شيفتنج الى من الماتيور الى الاماتيور، فالاصل عدد الماتيور يفوق عدد الاماتيور، لكن في اللوكيميا بيصير الاماتيور يزيد، فبيصير شيفتنج من الماتيور الى الاماتيور. اذا هذه الحاله بسميها لوكيميا. اما اللوكومويد رياكشن، اطلع على اللوكوسايت بتلاقي معظمها ماتيور لوكوسايت، تمام. بيقول لي other manifestation للسيستميك effect of inflammation او الacute phase reaction. هل جيت يا اخواننا المحترمين، مش احنا قلنا الحرارة بتزيد؟ طيب كيف بتزيد الحرارة؟ اقول لكم كيف، بقل التعرق، بقل السويتنج، ما هو السويتنج بتخلي الانسان يخسر حرارة، فلما يقل السويتنج بتزيد الحرارة داخل الجسم. طيب كيف بدي اقلل السويتنج؟ قلل
من البلاد اللي رايح على الكوتينيوس تيشوز، يعني قلل من البلاد اللي رايح على السكن وخلي البلاد يروح وين؟ على الديب تيشوز او الديب فاسكولار بيد. طيب هاي اول شيء. ثاني شيء خلي انقباضات للمصل، فاعمل شيفرينج او اعمل ريجور او اعمل شيل. فانت لما تعمل شيل ريجور شيفرينج انت بتزود الحرارة، بتزود الحرارة. طيب اذا يا اخواننا طبعا وانتوا عارفين يا اخواننا زيادة الحرارة ايش بسوي، تذكروا يا اخواننا لما الواحد يكون مفلوز مش حرارته بتكون مرتفعة، فبتلاقي ضربات قلبه سريعة، فبيعمل انكريز هارت ريت، انكريز هارت ريت وبزود البلد برشر. طيب وايش بيصير؟ انا عندي بيصير انا عندي تشيل شيفرينج ريجور وبيقل سويتينج، وبالتالي ما هو ليش بيصير؟ بيصير ري دايركشنال للبلد، ري دايركشنال للبلد فلو، فبدل ما هو يروح على الكوتينيوس بيروح على الديب فاسكولار بيد عشان يقلل من فقدان الحرارة عن طريق السكن، تمام؟ وبصير انا عندي انوركسيا او بتقل الابيتايت. انا كيف حفظهن هدول او كيف بدك تحفظهن؟ احفظهن عن طريق انه انت عارف انا بصير عندي ارتفاع للحراره بالبايروجين. كيف بدك ترتفع الحراره؟ اعمل للعضلات انقباضات، اذا شيل او شيفرينج او ريجور للعضلات، تمام؟ لما انت ترتفع الحراره مش نفسك بتنساد على الأكل، لما أنت تكون ساخن وعيان مش نفسك بتنساد عن الأكل، أنوركسيا. لما أنت ترتفع عندك الحرارة مش أنت ضربات قلبك بتزيد، increase heart rate. لما ترتفع عندك الحرارة مش البلد برشر عندك بيزيد، صحيح تمام. لما ترتفع عندك الحرارة بس الحال الواحدة أنه أنت وأنت ساخن ممكن تكون sweating، ممكن لكن مش دائما، لكن انت هان بدك تقول لي ديكريز لسويتينج. اصلا كيف زادت الحراره؟ عن طريق ديكريز لسويتينج. كيف صار عندي ديكريز لسويتينج؟ ري دايركشنال اوف ذا هارت لوس، ري دايركشنال اوف بلاد فلو، ري دايركشنال اوف بلاد فلو، تمام يا اخوانا. بضل هدول السلايدتين معلش اقروهن انتو عشان ما بدي اطول الفيديو اكتر من كده. يعطيكم العافية جميعا. بس قبل انه بس لو بدنا نعرف انه برضو من الادر مانيفستيشن السبسس، وكان سبب السبسس بكتيريال انفكشن، سبب السبسس بكتيريال انفكشن، ومن الادر انفلاميشن حاجة بسميها سيستيميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم. لكن سبب السيستيميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم مش انفلاميشن، non inflammation. ها ايش؟ ها ممكن يكون عندي مثلا بانكرياتايتس، تروما، بورن، هدول بيعملوا لي systemic inflammation response syndrome. اعراض هذه واعراض السبسس نفس الاعراض، يعني هن نفس الاعراض لكن مش نفس السبب. سبب السبسس بكتيريال انفكشن، سبب السبسس بكتيريال انفكشن. طب ايش بيكون الاعراض؟ الاعراض disseminated intravascular coagulation، الاعراض hypotension، الاعراض hyperglycemia. هايبر ايش؟ جلايسيميا، يعني انسولين ريزيستنس، فبيعمل لي شوك هايبر جلايسيميا وبيعمل لي هايبوتينشن شوك، وكمان هايبوتينشن شوك. يا اخوانا اقروهن السلايدتين هدول. يعطيكم العافية جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.